ونروح لزميلنا كريم احمد من التتش، نطمن منه على رجوع الفريق للتدريبات النهارده، اول يوم عوده للتدريبات بعد راحه لمده يومين بعد ماتش المصري. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، ومساء الخير على زميلتي العزيزه ساره، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، تعرفنا كده على اجواء تدريبات النادي الاهلي بعد استئناف التدريبات لاول مره بعد راحه يومين. بالتاكيد طبعا يعني كان لابد يكون في 48 ساعه راحه لفريق النادي الاهلي مع الضغط الكبير وتلاحم المباريات الكبير والجهد اللي بيبذله لعيبه النادي الاهلي في المباريات، فبالتاكيد كان قرار رائع وموفق جدا من الجهاز الفني. النهارده يمكن نقدر نقول اولى التدريبات لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه وادي دجله القادمه يوم الجمعه باذن الله. تدريب النهارده يمكن تدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي، يعني نقدر نقول النهارده التدريب كان فيه جزء بدني وجزء فيه بعض التدريبات الكره، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها في جزء خططي كبير جدا. يمكن مستر ريني فايلر عامل تقسيمه مميزه جدا، واضح حماس اللعيبه وجديتها الكبيره جدا. طبعا يمكن اتكلمت طبعا على الغيابات والاصابات واللعيبه اللي راجعه من الايقافات، يعني ان شاء الله باذن الله محمود وحيد بالتحديد، كمان محمود وحيد ان شاء الله يكون موفق بعد ايقاف علي معلول لثلاث انذارات. بيعود لنا كمان احمد فتحي، ديانج كمان، يعني عايز اتكلم على ديانج، اقاويل كثيره جدا كانت على اليو ديانج ان سافر وكده، ويمكن الراجل طلع وضح الامور بشكل كبير جدا. ديانج يمكن لسه ما وصلش حتى هذه اللحظه الى القاهره، لكن ان شاء الله غدا مع تدريب فريق النادي الاهلي الصباح هيكون متواجد بكل قوه استعدادا لمباراه وادي دجله القادمه. ايمن اشرف كمان عايز اكد عليه، يمكن ايمن اشرف كان بيعاني من الام الحوض ولم يشارك في المباراه الماضيه، كان متواجد طبعا على دكه البودلاء، لكن كان واضح ان مستر ريني فايلر يعني مخليه في القائمه لاي ظروف، لكن ايمن النهارده بيشارك بكل جديه وبكل قوه في تدريب فريق النادي الاهلي. كمان بناكد على حسين الشحات، يعني حسين الشحات النهارده كمان شفناه في التدريبات، كان متواجد بعد عمله ليه طبعا المسحه الطبيه والظروف السلبيه طبعا ليها. النهارده شارك حسين الشحات في البرنامج التاهيلي الموضوع ليه، سواء في تدريبات الجيم او الجري الخفيف حول الملعب. كريم عايز اعرف منك كمان بالاضافه للاسماء اللي انت اتكلمت عنها، الموقف بالنسبه لصالح جمعه وبالنسبه لكهربا، مشاركتهم النهارده في التمرين. يعني ابدا معاك بكهربا، كهربا بيتم تجهيزه بشكل كبير جدا، خلاص نقدر نقول يعني مباراه الحرس هتكون هي المباراه الاخيره لينتهي الايقاف لمحمود كهربا على ان يكون في مباراه الاسماعيلي القادمه ان شاء الله بكل جديه يكون جاهز ومشاركته على اعلى مستوى. محمود كهربا بيأدي اداء اكثر من رائع، بيشتغل على نفسه بشكل كبير سواء تدريبات فرديه او في التدريبات الجماعيه. صالح جمعه مستمر طبعا في البرنامج الموضوع له، سواء برنامج فردي او جماعي. صالح يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي بيأدي تقسيمه اكثر من رائع، يعني بيأدي اداء رائع جدا، واضح اخلاصه وجديته وعزيمته، واكدنا اكتر بمرنا قلنا ان صالح ملتزم بشكل كبير جدا في التدريبات الماضيه، اشتغل على نفسه بشكل كبير، لكن اداؤه النهارده كمان في التقسيمه ان شاء الله باذن الله بقى ياخد دور كبير في المباراه القادمه. ده اللي بنتمناه من الجهاز الفني على صالح جمعه بالتحديد، لان انت عارف زميلي احمد الفورمه هتيجي من المباريات وليس من التدريبات. ده اللي ان شاء الله بنتمناه سواء لصالح لكهربا، وباذن الله ان شاء الله الفتره اللي جايه كلها تكون انتصارات لفريق النادي الاهلي، كل ثلاث نقاط بنحققهم بيتسع الفارق، وان شاء الله نحسم بقى بطوله الدوري قبل ما تنتهي بشكل كبير، لان عندنا الحلم الكبير بطوله الافريقيه اللي ان شاء الله باذن الله عندنا امال كبيره على الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي ان احنا نحقق ان شاء الله البطوله التاسعه تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ملعب مختار التتش من داخل نادي الاهلي في الجزيره.